السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تعرف ان المريض اللي في غيبوبة عنده غيبوبة ارتفاع سكر في الدم؟ في 60 ثانية هقولك عن اهم 8 علامات لو لقيتهم على مريض سكر في غيبوبة اعرف ان الغيبوبة اللي عنده نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم. 4 علامات بتلاقيهم على المريض قبل ما تحصل الغيبوبة، زي بتلاقي المريض عطشان وعايز يشرب باستمرار، تاني حاجة بتلاقي جفاف في الفم شديد جدا، تالت حاجة المريض عنده قابلية للغثيان والقيء، رابع حاجة بتلاقي المريض بيروح للحمام باستمرار عشان يتبول. واربع علامات بتلاقيهم على المريض بعد حدوث الغيبوبة، زي ايه؟ زي بتلاقي دقات القلب والنبض عنده ضعيف وسريع، التنفس برضه بتلاقيه ضعيف وسريع، بتلاقي عنده ارتفاع في درجة حرارة الجسم، بتلاقي عنده ريحة كريهة في الفم زي ريحة الفاكهة بالظبط نتيجة ارتفاع مستوى الأسيتون في الدم. دي اهم 8 علامات لو لقيتهم على مريض سكر في غيبوبة اعرف ان الغيبوبة اللي عنده نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم.